راس الخروف، ومن أشهر الأكلات اللي بتتاكل في الأعياد في السودان. والدي رحمه الله كان بينقي الخروف من أسنانه، بيتأكد أسنانه كده كويسة جيدة ما مكسرة، وبابا بنذبح، أمي كانت لازم تدقه من مناخيره عشان يطلع كل الدودة وأي عفانات. هنا في بريطانيا هو الحتة دي قطعنا ببخه في الأول بخل التفاح، وبعد كده يعني بنظفه بالفرشة من لسان وأسنانه كويس. في الصحن ضفت ملعقتين كبار من الملح الصخري بيكون أفضل، وربع كوباية من الخل الأبيض، والمحلول بتاع الموية دي أنا بستمر برضو بنظف راس الخروف بالفرشة يعني من جوا وفي اللسان، بتأكد لحد ما ألاقي إنه الدموم نزلت واللسان بقى نظيف. خطيته في المصفى، تاني ما بغسله خلاص بالمحلول ده، وبديه ملح وفلفل أسود يعني كله حوالينه حتى في اللسان، وبخليه بيستمر في المصفى. الملح طبعا بيصفي لي أي بكتيريا وأي رواسب ما حلوة. في الحلة ضفت المستكة مهمة، عود القرفة، الورق الغار، والبصل، والجزر، والثوم، والكرفس، وكمان اللومي، وقطعة من الجنزبيل. بخلي ويغلي وبشيل الريمة من فوق عشان أول ما تصفى بضيف كمشة من الحبهان، فلفل الأسود، والكباب الصيني، والقرنجان السوداني. وبعد كده أول ما سلق معايا أنا طلحته وشلت قشرة اللسان. الخليط ده هي دبس الفلفلية وملعقة كبيرة من السمنة والفلفل والملح على ذوقكم، وبدهنه، وكمان برضو ملعقة كبيرة من دبس الرمان، بدخله الفرن مرة أخرى، وهو راس الخروف. وأنا ما أعرف، أعتقد حد قال لي المصريين بيقولوا عليها نيفة، فأكتبوا لي في التعليقات أنتوا بيسموا راس الخروف شنو، وعليكم بألف عام.